فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا منعنا صغارنا من هذه الوسائل المعاصرة ذهبوا واشتغلوا بها عند غيرنا، فما موقفنا من ذلك وما الحل؟ سمعت الجواب، أنك تمنعهم إذا هم صغار يمتنعون، امنعهم وهم صغار ولا يروحون. نعم، وهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر معهم، يحتاج إلى مراعاة وملاحظة، عدم تساهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشتغل، لا بشك أن المجتمع الآن أنه كما تعلمون يموج بالفتن والشرور، إذا تركت أولادك يروحون إلى الجيران إلى 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 أقاربهم غير المستقيمين، لا شك أنهم سيتأثرون ويصعب عليك توجيههم، ومنعك إياهم هذا يحتاج إلى صبر وإلى قوة وإلى حضور، لأن بعض الآباء ما يحضر في بيته إلا متأخرا أو ليالي ما يجي البيت، ولا يسأل عن أولاده ولا يسأل عن ما في بيته. نعم، مع أنه هو الراعي في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته. نعم.